الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة وبرنامج وذكر. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. المال ممكن يكون نعمة وممكن يكون نقمة، ممكن يكون سبب في دخولك الجنة وممكن يكون سبب في دخولك النار. في إطار هذا الحديث سنتحدث مع فضيلة الشيخ إبراهيم علي سليم، رئيس صندوق المأذونين الشرعيين. زي حضرتك فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. المال نعمة ولا نقمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ففي الحقيقة زي ما حضرتك بدأت كده بالآية الكريمة، قول الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالمال قد يكون فتنة، قد يكون ابتلاء من الله عز وجل، وقد يكون نقمة على صاحبه، كما حدث مع صاحب الجنتين لما دخل إلى جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. في سورة الكهف الراجل دخل هو وصاحبه الجنة أو الحديقة اللي هو كان بيزرعها، فقال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبة. فكان المال نقمة على صاحبها، وذلك لأنه اغتر بنفسه، وذلك لأنه أصابه الغرور، فظن أن هذا المال إنما سيحميه من عذاب يوم القيامة. قال: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا من ذلك منقلبا. يعني كأنه بيتأله على الله عز وجل ويقول أن هذه النعمة التي رزقني الله عز وجل بها في الدنيا فإنها ستصبح أيضا نعمة يوم القيامة، وهو لا يعلم أن هذا المال نقمة. لما أصاب الجنة ما أصابها فكان يقول أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. فالله عز وجل قد يعطي الإنسان مالا وهذا المال يصبح بلاء على صاحبه، كما حدث مع قارون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. يعني كان قارون عنده المفتاح بتاع الباب بتاع الخزنة بتاعته، عشان خاطر يشيلوا المفتاح ده سبعة يشيلوا هذا المفتاح أو ثمانية، مجموعة من الرجال الأقوياء الأشداء عشان يفتحوا باب الخزنة بتاعته. فما بالك بقى بالخزنة كان شكلها عامل إزاي. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فكان يختال وكان يتكبر بماله، وكان الناس يمرون على قارون يقولون: ويكأن لنا مثل ما أوتي قارون، يا ريتنا يعني معانا زي ما هو معاه. مش عارفين ان المال ده نقمة عليه اساسا. هم بيقولوا يتمنوا ان يكون لهم مالا مثل ما مع قارون. فكانوا يقولون انه لذو حظ عظيم، يعني يا ريتنا احنا زيه. لكن لما ربنا سبحانه وتعالى انزل غضبه على قارون حصل ايه؟ قالوا، نظروا إلى ما حدث لقارون وقالوا: سيحدث لنا مثل ما حدث لقارون. فكان المال نقمة على قارون. المال من أجل المال قد يقتل الأخ أخاه، من أجل المال قد يسرق أو يقتل الابن أباه، من أجل المال تقام الحروب، من أجل المال يقيم الإنسان. النهاردة احنا في الحياة اللي احنا موجودين فيها دي يقيم الإنسان بما يمتلك من المال. يقول لك معاك جنيه تسوى جنيه، معاك 100 تسوى 100. النظريه دي غلط طبعا، لانها بتخلي الناس احيانا تلجا للحرام في جمع المال. نعم. ايه بقى بيخلي الناس تلجا للحرام في جمع المال؟ والله يعني خلينا نقول ان النبي عليه الصلاه والسلام لما قال للصحابه، قال لهم: اتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا دينار له ولا درهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من ياتي يوم القيامه وقد سب هذا، وسفك دم هذا، وهتك عرض هذا، واكل مال هذا. الصحابة لما كانوا بيقيموا، كانوا بيقيموا بناء على إيه؟ بناء على المال. المفلس من لا دينار له ولا درهم. ولكن الإفلاس الحقيقي أن تأتي مفلسا يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سب هذا، وسفك دم هذا، وهتك عرض هذا، وأكل مال هذا. طب ده بيحصل معاه إيه يوم القيامة؟ يأتي بحسنات كثيرة، هو عنده حسنات، لكن يؤخذ لهذا من حسناته، ويؤخذ لهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فوضعت على سيئاته فطرح بها في النار والعياذ بالله. نعم، قد يستبطئ الإنسان الرزق
فيستعجل الرزق بما حرم الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من هذا الأمر. سيدنا الإمام الشعراوي كان بيقول إيه؟ بيقول مقولة جميلة قوي، بيقول لو أن السارق انتظر الرزق أن يأتيه حلالا لجاءه حلالا، ولكنه استعجل الرزق فاستعجله بما حرم الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا يجرمنكم استبطاء الرزق أن تستعجلوه بمعصية الله عز وجل، فإن ما عند الله لا يطلب إلا بطاعته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ساعات الإنسان بيلاقي أن الرزق قليل أو بيستعجل الرزق بتاعه، فبيستعجله بما حرم الله عز وجل. سيدنا عمر بن الخطاب لما سمع قول الله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، فلما سمع هذه الكلمات فإذا بسيدنا عمر بن الخطاب يقول ما الذي جعل الكريم يقسم، ما الذي جعل الجليل يقسم؟ لماذا الله عز وجل يقسم للبشر أجمعين؟ يقول لهم فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ما هو يا الله؟ وفي السماء إيه؟ رزقكم وما توعدون. رزقك هيجيلك. ده اللي بيخلي الواحد إن هو يستعجل الرزق بما حرم الله عز وجل. ما الذي جعل الكريم يقسم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيطمن كل الناس، بيقول لهم إيه؟ لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. لن تموت نفس حتى تستوفي إيه؟ رزقها وأجلها. رزقك هيجي لك 24 قيراط. الناس فاكرة أن الرزق عبارة عن مال بس، ودي أكبر مصيبة. الرزق قد يكون سعة في المال، من أنواع الرزق المال، وقد يكون الرزق زوجة صالحة، وقد يكون الرزق صحة في الأولاد، وقد يكون الرزق في الصحة. عندك واحد ممكن يكون معاه ملايين، معاه مليارات، لكن مراته منكده عليه عشته، يمشي يكلم نفسه في الشارع. لكن ممكن واحد راجل طيب زي ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا إيه؟ الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا الزوجة الصالحة. ممكن واحد يكون يعني على قد حاله، يدوبك اللي بيجيله بيصرفه في نفس اليوم، لكن لو قدامه أي أكل على الطبلية ما شاء الله نفسه مفتوحة يأكل اللي هو عايزه. لكن واحد تاني غني يجي الدكاترة يقول لا خلي بالك، انت معك مليارات أو معك ملايين، انت المعدة ربنا سبحانه وتعالى خلقها بطاقة محدودة، مش هتاكل أكتر من معدتك. حتى لو معك مليارات من الأموال مش هتقدر تملى المعدة بتاعتك أكتر من نصيبها أو من حقها، سواء كنت غني أو كنت فقير. يجي الأطباء يقولوا له إيه؟ خلي بالك أنت ممنوع من اللحوم. ليه؟ أنت عندك النقرس فممنوع أنك أنت تاكل لحوم. أنت ممنوع من الدهون لأن شرايين القلب عندك تعبانة. أنت ممنوع من الحاجات اللي فيها حادق أو مالح. خلاص أنت خدت رزقك، ربنا سبحانه وتعالى أعطاك مالا ولكنه أخذ شيئا مقابل هذا المال. وقد يكون الرزق في راحة البال، واحد يكون معاه ملايين أو معاه مليارات لكن هو ما بينامش، ليل نهار قاعد مشغول بالفلوس. النهاردة كسبت 1000، كسبت 20، خسرت 1000، خسرت 20. في الحالة دي المال بيكون نقمة على صاحبه. طب لو الإنسان جمع المال من حلال وأنفقه في حلال بيكون نقمة برضو على صاحبه؟ هو في الحقيقة لابد أن يتحرى الإنسان الحلال في ماله الذي يجمعه. أن يجمع المال من الحلال هذا أمر لابد منه. لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشي مرة في الأسواق، كان يمشي في الأسواق فوجد رجلا يبيع تمرا، فوجد التمر قد أصابه بلل. النبي صلى الله عليه وسلم وضع إيده جوه التمر كده، فخرجت إيد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ مبلولة. فنظر إليه وقال له يا رجل من غشنا فليس منا. تخيلي شوية المية الزيادة دول هيزودوا كام جرام في الكيلو بتاع التمر، أو هيزودوا قد إيه؟ أشياء بسيطة، يعني 20 جرام 30 جرام، الحاجة اللي إحنا ممكن بنستهتر بها قوي. إنك أنت لا تنظر إلى الحرام الذي تفعله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا كل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به، أو كل لحم نبت من السحت فالنار أولى به. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له يا رجل من غشنا فليس منا. قيس على الكلام ده بقى المدرس في مدرسته، المهندس في مصنعه أو في عمله،
كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. انظر إلى هذا الرزق الذي تأتي به لأولادك، هل هذا الرزق من الحلال أم هذا الرزق من الحرام؟ أنت بتأكل ولادك إيه؟ عشان كده احنا بنقول لابد أن نتحرى الحلال في المال الذي نجمع. طيب افرض أن أنا جمعت المال من الحلال وقد ينفقه في الحرام، يبقى أنت تجمع المال من الحلال وتتعب في الحلال ومع ذلك تنفقه في الحرام. أنا أقول لك بند واحد بس لو احنا طبقنا علينا احنا في النطاق بتاع دولتنا، احنا في نطاق المصريين او المسلمين. بند السجاير، وانا عارف ان الكلام ده ممكن يزعل ناس كتير، يعني شوف قد ايه بننفقه على السجائر يوميا. يعني احنا عندنا في مصر يقول لك ما لا يقل عن 10 مليون مدخن للسجاير، بيشرب في المتوسط علبتين، يعني ما يقرب من 40 جنيه في اليوم. انا عارف الكلام ده هيزعل ناس كتير. والسجاير حلال ولا حرام؟ السجاير حرام، حرام كما أقر العلماء وأقر دار الإفتاء أن السجائر من الخبائث والسجائر محرمة شرعا. يبقى احنا بنقول 40 جنيه تنفق يوميا من الفرد على السجائر. لو قلنا حد أدنى 10 مليون مصري مدخن للسجائر، يبقى 40 مليون في 10، 40 في 10 مليون يعني قد إيه يوميا؟ يعني 400 مليون جنيه. خلي بالك من الرقم، السجاير بس ده في يوم واحد. حتى هو لو جمع ماله من حلال وانفقه على السجاير او الحاجات اللي هي زي السجاير، ده بيبقى حكمه ايه؟ ما هذا امر محرم شرعا. لن تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن ايه؟ عن اربع، منهم عن ماله، من اين اكتسبه وفيما انفقه. وفيما انفقه، هو صرف الفلوس دي على ايه؟ ربنا هيسالك يوم القيامه، انت جبت الفلوس دي من الحلال، تمام، حلو قوي، عديت اول مرحله. المرحلة الثانية أنفقت مالك في الحرام، 400 مليون جنيه، تخيل المبلغ ده لو احنا ضربناهم في 10 أيام يساوي قد إيه؟ يساوي 4 مليار جنيه، يعني في الشهر 12 مليار جنيه، يعني في السنة 144 مليار جنيه تنفق يوميا على السجاير. تخيلي المبلغ ده ممكن يجوز كام شاب، المبلغ ده ممكن يجوز كام فتاة، ممكن يبني كام مدرسة، ممكن يبني كم مستشفى، ممكن يعالج كم مريض. ده أنا بكلمك على مبلغ من المال بيحرق، يعني كل اللي بيعمله صاحبه أنه هو بياخد الفلوس دي بيحرقها، وما تتحرق يضر نفسه ويضر من حوله. ده المال الحلال اللي هو بينفقه في حرام. طب المال الحلال اللي بينفقه في حلال بيبقى نعمة ولا نقمة على صاحبه؟ قد يكون نقمة. لماذا؟ لأنه قد ينفق يأتي بالمال من الحلال وينفقه في الحلال ولكنه لا يؤدي فيه حق الله عز وجل. ربنا بيقول وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. يمكن أنا عايز أضرب مثلا بسيدنا أبو بكر الصديق. كان في مرة من المرات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء طلب أن الصحابة يتبرعوا للجهاد في سبيل الله، فجاء سيدنا عثمان بتلت ماله، يعني إحنا نقدر نقول حديث للنبي عليه السلام درهم خيرا من 100,000 درهم. ازاي درهم احسن من 100,000 درهم؟ ممكن درهم يبقى احسن من 100,000. هو يجمعه من حلال وينفقه في حلال ويؤدي فيه حق الله سبحانه وتعالى يبقى احسن من 100,000 درهم. لا مش كده بس. الدرهم ده ممكن واحد يكون ما معهوش غير درهمين، 2 جنيه، معاه 20 جنيه، معاه 50 جنيه، وجي خد نص المال بتاعه، الخمسين جنيه دي قسمها بالنص، نص اتبرع بيه لله والنص التاني صرف بيه على أولاده وعلى أهل بيته. فالنص اللي هو صرف بيه في سبيل الله ده يعتبر قد إيه؟ ده نص ماله، ممكن يكون 20 جنيه، ده جميع ما يملك من حطام الدنيا. وممكن واحد يكون معاه ملايين، فما ينفق 100,000 جنيه بالنسبة له ما مش مبلغ. يبقى 50 جنيه اللي صرفها الرجل الفقير أفضل عند الله عز وجل من 100,000 جنيه اللي بيصرفها واحد غني عنده أضعاف مضاعفة من هذا المال. يبقى احنا النهاردة بنقول أن ينفقه في حلال، أن يؤدي فيه حق الله عز وجل. سيدنا عثمان جاب تلت ماله حطه ما بين إيد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فسيدنا النبي بيقول له ماذا تركت لأهل بيتك يا عثمان؟ قال تركت لهم ثلثان. سيدنا عمر جاب نص ماله ووضع، وسيدنا عثمان كان من أغنى أغنياء المدينة. سيدنا عمر جاب نص ماله وحطها بين إيد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ماذا تركت لأهل بيتك يا عمر؟ قال تركت لهم النصف الآخر. سيدنا أبو بكر
جاء بماله جميعا ووضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، فقال له: ماذا تركت لأهل بيتك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم إيه؟ الله ورسوله. هو ده الكنز الحقيقي اللي احنا بندور عليه، مش بكثرة المال، لأن المال عرض زائل، مجرد ما الدنيا تخلص انت هتتحاسب عن المال ده يوم القيامة. سيدنا عثمان في بئر روما كان ملك يهودي، وكان بيبيع البير ده، كان بيطلع منه مية يبيعها للمسلمين. فسيدنا عثمان قال له: طب اشتري منك؟ قال له: لا، ما مش هبيعه. قال له: طيب خلاص، تعال نشتري البئر ده بالنص. قال له: ازاي؟ يوم انا ابيع الماء اللي فيه ويوم انت تبيع الماء اللي فيه. فاليهودي قال لك: طب خلاص كويس، يبقى انا اكسب فلوس وفي نفس الوقت انا الحصة بتاعتي من ال هبيعها واكسب فلوس، برضه هبيعها واكسب فلوس. فسيدنا عثمان عمل ايه؟ جعل اليوم الذي وهبه للمسلمين. شوف الجمال بتاع سيدنا عثمان، وهب اليوم بتاعه للمسلمين. فكان المسلمين يجوا يوم سيدنا عثمان ياخدوا ما يكفيهم لمدة يومين. فاليهودي جه لأن اليوم بتاعه محدش بيجيره، كلهم بيجوا في يوم سيدنا عثمان، فباع النصف الثاني لسيدنا عثمان فوهبها لله ولرسوله. وهذا البئر موجود حتى الآن في المدينة باسم سيدنا عثمان، اسمه بئر روما، ثوابه ممتد إلى يوم القيامة، يكون في ميزان حسنات سيدنا عثمان رضي الله عنه. رضي الله عنه. لو جمع المال من حلال وأنفقه في حلال وأدى في حق الله سبحانه وتعالى وأدى الزكاة والصدقات الواجب عليه، هل يحسب كنعمة أم نقمة؟ برضو قد يكون نعمة وقد يكون نقمة، لأنه إذا جمعه من حلال وأنفقه في حلال وأدى فيه حق الله عز وجل، فإنه قد يلهيه عن ذكر الله، قد يلهيه عن ذكر الله. يبقى الراجل واقف في السوبر ماركت بتاعه خايف إن هو يسيب الشغل بتاعه والأدام بيدن، يمتنع عن الصلاة أو يؤخر الصلاة عن وقتها بسبب إيه؟ بسبب إن هو خايف، عنده اعتقاد إن هو لو ساب المكان بتاعه وراح للصلاة ممكن يجي له رزق في الوقت ده، فهو كده يكون بيضيع رزق. يبقى هو المال قد يلهيه عن ذكر الله عز وجل، يبقى في الحالة دي أيضا المال قد يكون نقمة. فماذا إذا لم يلهيه عن ذكر الله عز وجل؟ فإنه يطيل حسابه عند الله يوم القيامة. يبقى المال لو أنفقه في حلال وأدى فيه حق الله ولم يلهيه عن ذكر الله عز وجل، فإنه يطيل حسابه عند الله يوم القيامة. ممكن واحد النهاردة اللي بيتحاسب عند ربنا وهو حلته مثلا 200 جنيه 1000 جنيه 10,000 جنيه، ما انت هتقف تتحاسب من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الكلام ده هيكون إيه؟ يوم القيامة. طب اللي معاه مليارات بقى هيقف عند ربنا قد إيه؟ يعني كان أخواتنا وأساتذتنا العلماء بيمثلوا الموضوع ده بإيه؟ بواحد جاب إناء كبير وقال لك اطلع في هذا الإناء وقف فيه. الأول أنت كان معاك قد إيه؟ والإناء ده أوقد أسفل منه نارا، في تحت منه نار موقدة، أنت صرفت قد إيه؟ فيقول لك أنا صرفت كذا وكذا وكذا، ويقوم بسرعة قبل ما النار دي إيه؟ تشتعل. لكن اللي عليه فلوس كتيرة، اللي معاه فلوس كتيرة، حسابه عند الله عز وجل قد يكون كبيرا يوم القيامة. بالضبط كده. أثر المال في استجابة الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، لما سأله أحد الصحابة عن عدم استجابة الدعوة فقال له: أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. يبقى من أثار المال في الحياة الدنيا أنك تكون مستجاب الدعوة. أما من أثار المال يوم القيامة فإنك تستظل بظل عرش الكريم يوم القيامة. حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل أخرج صدقة أو أنفق صدقة فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه ما تنفق يمينه. يبقى هو هنا دي صدقة السر، وزي ما بيقولوا كده: صنائع المعروف تقي مصانع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. بل إن من آثار الصدقة أو الزكاة أو الإنفاق في سبيل الله على العبد يوم القيامة، ربنا بيقول إيه؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له إيه؟ أضعافا كثيرة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يضاعف هذا المال ويضاعف الأجر والثواب. اسمع إلى قول الله عز وجل:
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل إيه؟ حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. يعني أنت لما تنفق دينار أو جنيه في سبيل الله كأنك أنفقت 700 جنيه في سبيل الله عز وجل. لو أنفقت 1000 جنيه كأنك أنفقت 700,000 جنيه في سبيل الله، والله يضاعف لمن يشاء. يبقى ثواب الصدقة ثواب عظيم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول داووا مرضاكم بالإيه؟ بالصدقة. داووا مرضاكم بالصدقة. وقتنا مع حضرتك بيعدي بسرعة. بشكر حضرتك. المال جزء من الرزق، ولكن هناك رزق الصحة ورزق الولد ورزق الطعام ورزق في البركة، وكل نعمة من الله سبحانه وتعالى هي رزق. فالمال قد يكون قشرة لأشياء كثيرة وليس النواة، كأن يجلب لك الطعام وليس الشهية، الصحة الدواء وليس الصحة، التعارف وليس الأصدقاء، الفرح وليس السعادة، الخدم وليس الإخلاص. بشكر فضلتك، بشكركم مشاهدينا، وانتظرونا إن شاء الله الأسبوع القادم في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله.